مثل ما هو الحال ايضا لعلي غرام اللي كثره العروض والعرض الرسمي سيسكا موسكو يطالب بود علي غرام مقابل 5.4 مليون دينار تونسي. وسؤال المطروح، لو كان جيت مسؤول زاد في النادي الرياضي صفاقس يا عمر جمل، وانت قريب من صفاقس، يعني هل كنت توافق على تسريحه والفريق يمر بصعوبات ماليه كبيره والفريق في حاجه الى ضخ مالي كبير؟ يجيك عرض في هذه الفتره مع لاعب يعتبر واحد من ابرز النجوم في النادي الصفاقسي واللي يحمل شعار او خلينا نقول امال الصفاقسيه في كل المنافسات. ربي حتى نعقل وقال لنا خموا به في بطوله كيما بطوله تونس ملاعبي بخمسه مليارات، نسيبوا مدافع، نسيبوا غدوه، خاطر تنجم تجيب ملاعبيه اخرين. واللاعب اذا كان باش تخليه عندك اولا ماهوش يقعد لك مركز. مستحيل تشوف انت الفلوس اللي باش ياخذها في 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 روسيا ماهوش يقعد لك مركز. بطوله الناس اللي ما تعرفش بطوله روسيا راهي فيها الزينيت، فيها لوكوموتيف، فيها سي اس كا، فيها معناها نوادي محترمة ومحترمة جدا وبطولة محترمة. 5 مليارات وانت عندك أزمة مالية تنجم تخلص ديونك وتجيب ملاعبية أخرين وتقعد تلعب مرتاح. والنادي هذا الصفاقسي ديما يجيب في المدافعين، عندك جاب النصراوي ياسين مريح، نسيم هنيد، توا علي غرام، جاب ديما ينجم يطلع صدر فورماسيون فيهم لاعبيه نتاع النادي الصفاقسي وينجموا يلعبوا في بلاصه غرام. الحقيقه انا كان جيت مسؤول في النادي الصفاقسي نسيبوا. وصلت الفكره. شكون يعارض التفريط فيه؟ صفه انت مثلا انا نجم سامحني بالنسبه لي انا علاش لا يكمل كوب دافريك، يكمل كوب دافريك ونعرفوا احنا الكوب دافريك عيني برشا عليها من 5 مليون دينار ينجم ان شاء الله. علاش ليه؟ هو لاعب شاب. شمايكل تباع من ليستر سيتي النيس ب 1 مليون، هما ملاعبيه في الليغ ب 1 مليون دورو يتباعوا. فما بالك انت في بطوله وين تلعب؟ مادام عطاو فيه يا عمار، مادام عطاو فيه السوم هذا يعرفوا بالكدا ويعرفوا الكاليتي نتاعو ويعرفوا شنو هو. نجم انا قلت لك انا مش من توا مش به نجم يسمع مش به ساعات تسمع محمد بن عمر مشى لكاس العالم بعد ما رجع من الاهلي السعودي وحب حب 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 يستنى اوفر من اوروبا، عمل لي جامو كروازي. شوف الطمع ساعات ماهوش باهي، 5 مليارات مبلغ محترم برشا، نصيب الملاعب يخليه يمشي يتصرف في الكون المستقبلي. نفر الوي عندك وعندها مشكلته في مشكلته تفا فر الوي هو خليت نفسه الناس مفهوم الناس الكل عندها. علاش لا بعد الكوب دافريك؟ علاش لا بعد الكوب دافريك؟ انا نتصور هكاك انا نتصور. اسمعني راه حتى شيء حد ما هو ضامن غدوه في الفوتبول كما قال لك عمار. 5.4 في فريق معناتها عنده مشاكل. قولي حكيت انت في الموضوع هذا مين بما فيه الكفايه، فاكتفي بهذا القدر حتى لا تكرر نفسك.